لكن سؤال هذه الحلقة سؤال مهم جدا. السيدة بتقول اضطررت للطلاق من زوجها علانية، لكنني تزوجتها عرفيا حتى أتحصل على معاش والدي. الموقف هنا ايه افتائيا وشرعيا؟ هو الموقف ايه اصلا من موضوع الزواج العرفي؟ تفضل. بطبيعة الحال السلوك الى او الالتجاء الى هذه الطريقة من التحايل لاجل الحصول على مال، وده احد محاور كثيرة جدا يمكن بتدفع الى قضية الزواج العرفي، انها بعضهم بيطلق رسميا. أيوة. يعني يكتب في الوثيقة بأنه مطلق عشان يتقدم بهذه الوثيقة إلى المحكمة عشان تأخذ المعاش الأكبر، تأخذ المعاش أو تحافظ على المعاش أيا كان السبب. أيوة. يعني لا شك أن هذه الحيلة التي اتخذها هؤلاء الناس للحصول على المال، هذا المال ليس حلالا، هذا مال حرام، هذا مال حرام لا يجوز أن يأكله الإنسان، لأنه أعطي بوصف ليس حقيقيا. أيوة. يعني أن المعاش في تحايل، يعني المعاش الذي سيعطى من الدولة أو الراتب الذي يعطى للموظف بيعطى بوصفه بوصف محدد. لو أن هذا الموظف استقال من الوظيفة أو فصل من الوظيفة، هل سيستحق هذا الراتب؟ لن يحصل بلا شك، لأن الوصف الذي استحق عليه الراتب غير وارد، لا كان موجودا ثم زال. كذلك هنا أنها تستحق المعاش إلى أن تتزوج، فإذا تزوجت زال الوصف الذي تستحق به المعاش، ومن ثم لا يجوز لها أن تحتال لإرجاع هذا الوصف مرة أخرى. طب. لتأخذ المعاش. مع أنها في الحقيقة تقول بأنها تزوجت، هي تزوجت فعلا زواجا عرفيا. إذا نحن أمام إشكالات عديدة جدا، إشكال الحصول على المال دون حق، وهذا يمثل أولا فضلا عن أنه احتيال إلى أنه يؤدي إلى أننا نأكل مالا حراما، وكل جسم نبت من حرام فمصيره ليس سعيدا يعني في الآخرة. مولانا، هو في دار الإفتاء انتهت لحرمة الزواج العرفي؟ لا، لحرمة المال الذي يعطى بهذا الوصف. لا، أنا بتكلم عن الزواج العرفي بشكل عام. نحن ننصح لا، خليكي بوصفك الزواج الرسمي الصحيح الذي فعلناه قبل ذلك، وبعدين بعد ذلك الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عظيم. رزق